كم راح نجي على أجزاء الفم في الصرصرة الأمريكية من النوع chewing or biting mouth part، يعني أجزاء فم تكون عاضة. هذه الأجزاء الفم راح نشوفها من شنو تتكون. طبعا هي مبدئيا راح نشوفها أنه تتكون من اللابرام اللي أخذناها بالمختبر السابق، اللي قلنا هي ترتبط بالكليبياس واللي نسميها الشفة العليا، وقلنا أنه هي مقضومة، وظيفتها التيستينج، يعني هذا اللابرام اللي هي تكون تيستينج and also handling the food، يعني تتذوق وكذلك انه ممكن انه تمسك بيها الطعام. زين، الجزء الثاني اللي هو الماندبلز. الماندبلز راح نشوف pair of mandibles، يعني زوج من لو تلاحظون انه هذه الفكوك، هذا زوج من الفكوك، هذا واحد وهذا الثاني، راح تلاحظون انه تكون حافتها مسننة اللي نسميها تكون مسننة وكايتينية اللي نسميها دنتيكلز. هذه وظيفتها انه تقطع الطعام بشكل افقي horizontal، بس بيها اسنان لا، بعد بيها تراكيب نسميها العضلات اللي هي العضلات المحركة. خلي نشوف العضلات المحركة شوية نكبرها حتى نشوف. هذا الجزء اللي هو راح تكون العضلات اللي راح نسميها العضلات المقربة الأدكتر، وهذه هنا يكون موقع العضلات المبعدة اللي نسميها الأبدكتر مصل. يعني كلاهما يحركن بالتقلص والانبساط لهذه العضلات، راح تحرك الفكوك حتى تقطع الطعام وبشكل أفقي. لو نجي على هذا الجزء اللي هو الهايبوفارينكس ونكبره شوية حتى يوضح أكثر، هذا هو الهايبوفارينكس أو اللي نسميه اللسان. هذا اللسان اللي هو يكون عبارة عن تركيب كايتيني، يكون على شكل عصا، وهذا يعني راح يفتح به الساليفري جلاند. هذا هو مثل ما قلنا الهايبوفارينكس أو اللسان. ومن التراكيب الأخرى اللي راح نشوفها وهي أجزاء الفم اللي هي pair of maxilla، يعني زوج من الفكوك المساعدة، هذا واحد وهذا الثاني. خلينا نجي نشوف شنو تركيب هذه الماكزيلا ومن شنو تتكون. بعد انه احنا كبرنا، خلينا نجي نشوف من شنو متكونة هذه الماكزيلا. طبعا راح تشوفون هذه أول قطعة من الماكزيلا اللي راح نسميها الكاردو، تليها قطعة نسميها الستايبس. هذه الستايب راح نشوفها من الاعلى، لهذه الستايب اكو قطعه نسميها الجاليه او نسميها القلنسوه. هذه الجاليه راح تخطينا او تسوينا مثل الكاب لهذه القطعه اللي راح نلاحظ بيها كانما بيها مسننه او يسموها المشرشره. والله بس هنا وضحت لكم اياها بعد اكثر. هذه هي الكاردو، هذه هي الستايبس، هذه هي القطع مالت الماكزيلا ريبالب، واحدة اثنين ثلاثة أربعة، والخامسة هي البالبيفير. هذه هي الجالية اللي نشوفها مثل القلنسوة، وهذه هي اللاسينية. خل أكبر لكم إياها شوية بعد. هذه هي اللاسينية وهذه هي نسميها المشرشرة. طبعا هذا التركيب عندنا نسميه بالشفة السفلى. الشفة السفلى راح تتكون أيضا من عدة قطع. القطعة الأولى الكبيرة المستدقة نسميها السبمنتم، اما هذه القطعه اللي فوقها تقع نسميها المنتم، وهذا الجزء نسميه البريمنتم. من هذه البريمنتم راح نلاحظ انه اكو اجزاء راح تطلع ايضا قطع اخرى. هذه القطع اللي للخارج، هذه القطع اللي للخارج نسميها الباراجلوسا، هذه واحد، هذه اثنين نسميها الباراجلوسا. الى الداخل من الباراجلوسا راح نشوف الجلوسا، هذه هي الجلوسا. هذين التركيبين الجلوسا زائد الباراجلوسا يكونون الليجولا، يكونون هذا التركيب. هذه الليبيا او اللي الشفة السفلى راح نلاحظ ايضا عندها ليبيال بالب، هذه الليبيال بالب اللي ايضا راح تتكون لنا من ثلاث قطع، واحد اثنين ثلاثة. راح ترتبط الليبيال بالب مع البريمنتم بواسطة هذا الجزء اللي نسميه البالبيجير. إذا عندنا الليبيال بالب يرتبط مع البريمنتم بواسطة البالبيجير.